اليوم ان شاء الله المؤتمر الوطني الخامس للحزب الاصل والمعاصره، وكتشوفوا بما هذا النهار كيكمل المكتب السياسي والامين العام 4 سنين مريقليا اليوم. إذن 4 سنين كملات كنديروا المؤتمر ديالنا، هذه الاشاره اللي كنديروا الحساب باش نضبطوا ان شاء الله. هذا ثاني الاحزاب اللي كيقول على ان المنظر 4 سنين خصنا نديروا المؤتمر ديالنا. قبل نوصلوا هذه محطه المؤتمر كاين عندنا عمل كبير بزاف على مستوى الاقاليم، على مستوى الفئات، في المؤتمرات الاقليميه، في المؤتمرات الجهويه، ثم كذلك كاين عمل كبير اللي دار في مؤتمرات الانتداب للمؤتمرين اللي هي دار على الاقاليم والجهات، اللي امتد بنا تقريبا 3500 مؤتمر اللي غتشوفوها اليوم. هاد المؤتمرين وهاد المؤتمرات اللي غادي يفرض ان شاء الله واحد القياده جديده اللي غادي تقود ان شاء الله الحزب ديالنا الى الاستحقاقات الجايه ان شاء الله. ونتمناو نكونوا ونتمناو هذا العدد الكبير ديال الباميين والباميات كلهم ثقه في الحزب ديالهم على انه ان شاء الله يتصدر النتائج. هذا المؤتمر اللي حضريناه 3500 مؤتمر ومؤتمره غيصيفطوا رسائل قويه لمن يهمهم الامر على ان البام دائما غيبقى قوه حقيقيه. البام دائما غادي يبقى في الصدارة، دائما البام غادي يبقى هذاك الحزب اللي معولين عليه المغاربة واللي غادي يساهم في تطوير المشهد السياسي إلى جانب الأحزاب السياسية الجادة. ولكن اليوم البام طريقة مغايرة بغى يناقش الوثائق ديالو في هذا المؤتمر، وبغى يخرج بتصور جديد، وبغى يعطي رسائل قوية بناء على الأحداث والمستجدات اللي وقعت مؤخرا فيما يخص الرسالة الملكية. بالمناسبة الذكرى 60 البرلمان اللي كانت فيها توجيهات قوية، كذلك المستجدات الساحات السياسية وما يروج في المواقع وعند المجتمع. الآن حل الوقت في الحزب يناقش واحد شكل جدي ويخرج لعند المغاربة يتواصل معهم ويناقش معهم وينحاولوا ما أمكن نلقاو السياق المناسبة اللي غندمجوا فيها نساء أطر شباب كفاءات طاقة جديدة اللي غنعطيو فرصة للحالمين باش يوصلوا بالمغرب إلى الأمام. أكيد غيكون تغيير جذري وغيكون تصور جديد وغتكون رؤية وخريطة طريق جديدة في المستقبل إن شاء الله. الحضور ديالنا كما تلاحظوا في هذا المؤتمر الخامس اللي هو كما تلاحظوا تشوفوا مؤتمر جد ناجح، وهذا ضلت شعب بعد النقاشات والاجتماعات ديال السادة أعضاء المكتب السياسي والأمين العام والسيدة رئيسة المجلس الوطني، يعني كان توافق. ودابا تنعينوا المفاجأة اللي ربما غادي نسمعوها اللي هي تكون لصالح الحزب من جهة ولصالح الوطن من جهة أخرى. الطموحات دابا مستقبل الحزب هي طموحات جيدة، وكما قلت راه من بعد اللقاءات والتشاور ما بين يعني الامين العام والرئيسه ديال المجلس والساده اعضاء المكتب السياسي وبعض الساده البرلمانيين وبعد الساده المناضلين والمناضلات، فربما غادي يخرجوا بواحد يعني المفاجاه اللي غادي تكون لصالح الحزب ولصالح الوطن ان شاء الله. ايوا ربما غادي يكون في خباركم يعني يعني دابري لي زيكو، يعني ما كاينش شي تاكيد، ولكن ربما التاكيد هو اللي غتكون المفاجاه لجميعا يعني كاعضاء الحزب وكرجال الاعلام وكمواطنين اللي ربما غادي نشوفوا المفاجاه. كاين تيقولوا ربما السيده الرئيسه فاطمه الزهراء، سي كودار تيقولوا ربما سي بن سعيد، كانت شي اشاعات ربما سي السكوري، وربما غادي يشوفوا شي سيده اخرى ولا شي حاجه اخرى. ربما يعني هادو هما ربما بعض الاشاعات، ولكن ما غادي يمكنليش نمشي انا عطيتكم غير يعني طبقا الاسئله ديالكم. في الحقيقه ما كيخصني نجاوب على السؤال ديال كذا، ولكن اللي معروف بالصحيح او كذا انا تنعاود ناكد هادو كو دي زيكو، ولكن المفاجاه كرجال الاعلام وكمناضل ومناضلات ديال الحزب غنسمعوها من بعد ان شاء الله بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد بان هذا المؤتمر الخامس ديال حزب الاصل والمعاصره جا في الوقت ديالو، لانه الظرفيه حاليا غير مستقره، ولكن الحزب ابى الا ان يعقد مؤتمر ديالو في الوقت اللي كان
مبرمج ليه، لانه على راس كل اربع سنوات تنديروا المؤتمر الوطني، وما كان ما كنخليوش حتى نهار ولا يوم ولا يومين. بالعكس، كانت اللجنه التحضيريه قامت بالواجب ديالها، اللجان اللجنه ديال الوثيقه المذهبيه ولا اللجنه اللوجستيكيه واللجنه القانونيه والاداريه، كل شيء في اطار اللجنه التحضيريه، كل شيء قام بالواجب ديالو، الامور كلها متوفره، الفضاء مناسب. ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا تحديات كبرى، على تحديات سياسيه، تحديات تنمويه، تحديات اقتصاديه، تحديات دبلوماسيه. حزب الاثار والمعاصره منخرط في هذه الميادين كلها وفي هذه القطاعات وفي هذه الاوراش وهذه التنميه اللي كتعرفها البلاد من اقصاها الى اقصاها. طرحنا اشكاليات عده على عده مستويات، اهمها القضيه الكبرى اللي كتهم المغاربه كاملين، وهي الاجهاد المائي، ندره الماء، واللي احنا انخرطنا في السياسه الحكوميه والجلسات اللي تترأسها سيدنا الله ينصرو، الجلسات المتتاليه ديال وضعيه الماء بالمغرب. وان شاء الله الرحمن الرحيم كتعرف بان عيد الاثار والمعاصره لاول مره في الحكومه، هذه الحكومه اللي جات واحد الظرفيه صعبه دقيقه جدا، ولكن بقينا فيها في المواجهه ديال المشاكل ديال المواطنين، وبقينا بالتصاق مع المواطنين سواء على المستوى المشاركه ديالنا في الحكومه ولا على المستوى الترأس ديالنا ديال الجماعات الترابيه على المستوى الوطني، ولا المستوى ولا على مستوى الفريق ديال الغرفه الاولى ديال مجلس النواب ولا الفريق ديال الغرفه الثانيه. النتيجه كانت ايجابيه وايجابيه جدا، وكنطمحوا لاكثر واكثر واكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم. والمستقبل غادي ينصفنا وغادي يعطينا الحق ديالنا، وغادي ماشي غيعطينا الحق ديالنا، غادي ينصفنا وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا ديما من الاوائل، لانه الحكم القاعده الشعبيه اللي كنا كنتوفر عليها، وحاليا الاستقطابات على المستوى المهنيه المستوى واحد العدد ديال الاطر اللي كتلتحق دابا بين الافواج تلو الافواج. اولا كاينه الاستاذه فاطمه الزهراء المنصور رئيسه المراه الحديديه، المراه اللي اعطت نتائج كبيره على المستوى الوطني، كتعرف نفذات التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو، حاولت الدعم المباشر لاول مره كيتعطى الدعم المباشر للسكن لفائده الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره، بانه كاين الدعم ديال السكن ديال 7 المليون وديال 10 المليون، وتعطى مباشره للمواطن. هذا اشاره قويه على انه السيده امراه كاينه ومتواجده وحاضره. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.